الصالحين، ربنا افتح بيننا وبين قومنا. تحت إشراف الوزير الأستاذ الدكتور يوسف المهدي، أن أرحب ب ممثل عن وزارة الصحة وممثل عن الدرك الوطني وممثل حضرة ممثل وزارة الصحة أيدي أبنائنا وإخواننا. نحن في هذا اليوم المبارك قدمنا نشاطا مع شركاء من الأمن الوطني والدرك الوطني والصحة وزارة الصحة لكي نعرف بخطورة ظاهرة تفشي المخدرات وانتشارها ببرنامج مخطط من جهات تريد أن تمس أمن الأمن الصحي وأمن القومي للبلد بالترويج لهذه الآفة بطرق مختلفة، ونحن لها بالمرصاد. ولا شك أن قطاع الشؤون الدينية والأوقاف سيمارس حملة تحسيسية عبر المساجد، عبر الخطب، عبر كل المنصات المتاحة للأئمة ومشايخ وكلمتهم مسموعة في وطننا الحبيب، نبين مخاطرها وننصح أيضا يعني الشباب للخروج من وكيفية الخروج من هذه من ظاهرة الإدمان إذا كان الناس يعني كانوا ضحية هذه الظاهرة.